أول طبق فول مدمس بالجبنة. نحتاج لفول مدمس معلب أو مسلوق، زيت نباتي، بصل مقطع، ثوم مهروس، فلفل حار، بندورة مقطعة، ملح وكمون، شوية من المي وجبنة الفتة، وحتى نقدمها منقدمها مع زيت زيتون وبقدونس مفروم. وأنا صراحة وأنا بقرأ المكونات بس انفتحت نفسي. فهلأ نشوف كيف لما نطبق الأشياء. هاي هي بالنسبة لوصفة الفول المدمس مع الجبنة. صح. أوكي. أما بالنسبة للبطاطا الحلوة اللي حكت لنا عنها اللي بدها تعملنا إياها شوي مالحة اليوم، بطاطا حلوة مخبوزة مع البارميزان، بنحتاج لهالوصفة بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة، شفتوها معنا على السفرة. أيضا بدنا إكليل الجبل أو روزمري، بدنا زيت زيتون وزبدة مذابة بالإضافة لجبنة البارميزان المبروشة وملح وفلفل. يا وأنا هاي رح أدوقها لأول مرة، بعرف البطاطا الحلوة بس عمري ما أكلتها مع البارميزان. خلينا نشوف شو بده يصير. يلا رح نحط زيت وبصل للفول، بصل تمام، رح نقليهم مع بعض. المقلاية شوي بدها تكون درجة حرارتها عالية، وبعدين تكة ملح من الكسير. يا سلام. وعشان بدي إياها حرة بدي أحط الفلفل من هلأ. يا سلام. حر 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 زي هذيك المرة. نصبع أبو محمد كركور، إمتائر الأغوات أبو معتز عمر، رجاء بدوية، أسد الريان، نور الدربي أو دريبي عفوا، أم هشام العواملة، دعاء البدارنة، يا صباح الفل للجميع. أي أسئلة كمان إحنا جاهزين. محمد صباح الخير، شكرا لك يا محمد. كمان ام خالد قطوف، صباح الفل. ام رعد الرواشفه، شوف اذا في اي اسئله. اشراق الحوامده، صباح الفل. ابو معتز عمر كمان، مثائر من الصل، تحياتنا اكيد للجميع. نور الدربيع، صباح الخير. يا صباح الخير من وين ما عم تحضرونا، ما بنقدر نسمي كل الاسماء. سليمان الحويطات، صباح الخير. عواطف يونس، الله يسلم إيديك يا رب. أم أحمد حنتولي، سؤال قولي. هلا هينا شفنا الخلطة اللي عملت لنا إياها الشيخ ولا بالقلاية، زيت وبصل وثوم وفلفل حر وبندورة، لازم تكون شوي مستوية، وعشان تكون مستوية هلا شوي اللي بالسوق خضرة، مش موسم المعلقة البلدية إلا بأماكن معينة تقدر تحصليها، فأنا رح أدعمها بشوي من البندورة المعلبة خصوصا للمقيمين خارج البلاد اللي ما عندهم هاي البلدية، تصير حمرة حمرة. وبنفس الوقت أنا ما حطيت معجون طماطم، شايفة أنا بس أخذت السائل تبعها. تمام. رح أحركها وأخليها تتسبك صح؟ تمام. عشان بعدين نحط الفول المدمس. أوكي. مع ميته المعلب دايما بنحط المي تبعته عليه. طيب هذا السؤال بدي أسألك إياه، هل الفول المعلب تغليه شوي؟ طبعا. اوكي طبعا، هو وميته زي ما هو، وانا بجيب الحبته صغيره بصراحه، مكتوب عليه فول مدمس، ازكى واطيب بكثير، ازكى من الحبه الكبيره. اذا هيها غلته شيف علا مع ميته شوي حتى يطرى، وبتدقيه ولا يعني بتخليه زي ما هو، ولا بتدق شوي منه وبتخلي شوي؟ اشي هيك واشي هيك. اوكي ممتاز. اعرف حفظ الدرس. يلا رح ندوب الزبده هلا لوصفه البطاطا. رح نخلي البندوره جاهزه، عاده يوم الجمعه بتلاقي الست زي المكوك في بالمطبخ، فراح نحط هلا السمنه الزبده سوري ندوبها شوي عشان نجهزها لوصفه البطاطا. اوكي اذا هينا عم نستنى هلا هاي تتسبك، وبعديها بنحط الفول عليها وبصير طبق الفول تقريبا جاهز. هاي ارقام الهواتف عم تظهر اسفل الشاشه لكل الاشخاص اللي حابين يتواصلوا معنا عن طريق التليفون. نهايه الشواهين، صباح الخير. شريفه طباخي، صباح الخير. ام رماس المهيرات، وجدان مقدادي، زياد العبادي، شكرا. علي صباح الخير. ميسون الدبي، صباح الخير. عمر زيادين، صباح الخير. سامية من الجزائر، تحياتنا إليك يا سامية. نادية قرقش، صباح الفلل. أثيل الناصر، عهد ياسين،
يلا. أيوة حسيتها. طيب حطينا. الله إنك خطيرة. حطينا البطاطا. طيب. مقطعة ومقشرة. يلا هاي ضروري تقشرها ضروري. أوكي هاي اللي عم نشوف البطاطا الحلوة مقشرة ومقطعة. وبعدين إيش حطينا عليها؟ حطينا عليها برمزان تشيز، هاي بتكوني معلبة مشان هيك زي الباودر. إذا جبتي العادية من عند الديلي المبروشة بصير. أوكي. المهم جبن برمزان وشوي يكون طيب لأنه في أنواع مش زاكية بالسوق. تمام ماشي. أوكي. بعدين حطينا زيت زيتون وهي روزميري، ما راح أكتر كتير بس هيك يعني عودين تقريبا. تمام. هون إحنا عنا شجر خير الله برا 100%. زيت زيتون، الزبدة وزبدة مذابة. Yeah. لكل كيلو بدك أصبع زبدة تقريبا 100 جرام. تمام. وحطينا ملح وفلفل من الكسيح وخلصنا. تمام. خلينا ناخذ أم محمد. صباح الخير أم محمد. نعم. صباح الفل. الله يسعد صباح يا ميت. أهلا وسهلا فيكي. الله يرضى عليك. الله يسعدك يا ربي. حلوة هاي الدعوة، ما في أحلى من دعوة إلا الله يرضى عليه. آه والله يرضى عليك. تسلم إن شاء الله يربي على الجميع في الدنيا وفي الآخرة. الله يسعدك يا أم محمد. آمين يا رب. آمين. والله ما بدري شو بدي أقول لك. والله إذا بنسفن في الحرير يا بي يا حجة مدفع هالصوت. الله الله ما أحلى هالصوت. أنا دائماً بحاول أتصل بس ما بعرف. أهلاً وسهلاً فيكي، من وين عم تحكينا؟ أنا والله بحكي من الأشرفية. أهلاً وسهلاً فيكي، حياك الله أحسن ناس يا أمر. أهلاً وسهلاً. قولي ستي، قولي اللي بقلبك، الهوى معك يلا. احكي لنا يا أم محمد. والأخرية الله يسعدها ويرضى عليها. يا باي مغلاك مغلاك، صح اللي اطلع من الشاشة بقولش لا. بدي اقول لي الله يعطيك العافية على تعبك. احنا بخدمتك يا حجة. دللي دللي يا حجة. يسعدك يا ام محمد، يسعد هالصوت زي ما قالت علا دافي، ويسعد هالكلمات الحلوة. شكرا لكم. هلا الروزماري انتبهتوا عم بتحطوا له روزماري اخضر، لانه يعني اذا في مرات كثير بيكون عندكم ناشف ما بظن طعمه بيطلع زاكي ولا رح يعطي طعم نهائيا. يعني الاخضر فيه زيوت عطريه بتنزل على البطاطا بتعطيكي شغل 100%. تمام. تمام. يلا ناخذ هناء. صباح الخير يا هناء. هناء الله يهني الجميع يا رب. صباح الفل. كيفك؟ منيحه تمام. كيفك انت؟ يسعد هالصباح الحلو. الله يسعدك يا رب يا هناء. من وين عم تحكينا؟ بحكيكم من جرس. اهلا وسهلا. كيفكم شو اخباركم؟ احنا الحمد لله كل شيء تمام. طيبه هاي شفتي فتحت نفسنا اليوم علا على الاخر. كيف الشيف علا؟ فينا صب عليه. اهلا وسهلا وميت مرحبا باهل جرش. كيفك شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. اهلا يا قمر. والله اكلاتكم تفتح النفس لعيونك. بس تحب الفول والحمص؟ لما عملتي تتبيلة السمك هاي روعة بتجنن، إشي بشهي. عجبتك؟ عجبتني، أنا بموت عليها السمك، الأكلة مفضلة عندي. حبيبتي إن شاء الله يا ربي بيتكم عامر يا قمر دايما. والله أكلاتكم عن جد بشهي. شكرا شكرا يا هناء. تسلمي يا هناء. بنجيب هراسة البطاطا اليدوية. إذا كان أنت عاملة بس علبة أنتو شخصين بالبيت مش أوكي، بنفس المقلاية أهرسي. إذا كان كمية للعيلة اللي بيجتمع بيفطر عند أمه، اللي بيروح عند حماته، اللي بدها تاخذ معها صحنها الفطور بدها تعمل هالخطوة. هرسنا الفول مع ميته، رح نروح المقلاية وننزلها على وين؟ على البندورة وعلى التوم. المقلاية جاهزة تستنى الفولات. بعدين ما في صحن فول صغير اذا ما كان كميه ما بيزبط. صح. ايوه هون راح نحط ندعمها بشويه ملح، شويه كمون بسيطه جدا ما بدي اياها تبين، واخليه يتنهنى على الغاز. وليد النمري صباح الخير. صدام ابو شيخه صباح الخير. سهام صباح. ام علاء كنعان صباح الخير. وخلينا ناخذ اتصال طلال. لا ما صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ نحمد الله على كل حال. الله يسعدك يا رب. سمعينك يا طلال تفضل. الله يرضى عليك. أنا والله بالنسبة لي بالنسبة للنزلة كيف الست قلب تعملها عشان نسويها إنها أنا وشو الإضافة اللي بتضيفوها؟ منزلة بتنجان؟ منزلة بتنجانة. حاضرين يا سيدي حاضرين.
احنا علما عملناها وعملناها بشكلين مختلفين، تقدر تلاقيهم على اليوتيوب شكلين مختلفين وكتير طيبة وزاكية، الطريقة القديمة الأصلية ومنزلت باذنجان سويناها كمان بطريقة الجراتان أو بهيك بطبق مفروض، فبتقدر تلاقيهم على اليوتيوب لحتى تاخذ تفاصيل أكثر. حطينا الفول مع البندورة، عادة احنا الفول فول، بس هذا الفول إشي شوي مختلف لأنه بنقدم معاه جبنة فتة حامضة ومالحة، فإيش الطعم بيكون؟ يا سلام صراحة غير شكل. هاي كمون وملح وفلفل، رح أغطيه عشان شو يتسبك ويبلش يغلي. تمام. رح أروح أحط هاي بالفرن، أحط هاي وأجيب شو الجاهزة. أوكي يلا ها. بسم الله. وهاي البطاطا الحلوة بالبارميزان صارت جاهزة بالفرن. قديش بدنا نحطها؟ صراحة ما أخذت معي وقت كتير، تقريبا نص ساعة، يعني ما أخذت أكثر. أوكي خليني أورجيكم، شوفي كيف البارميزان بتصير بتعمل من فوق كفر عليها، وهيها شوفي كيف. طبعا أهم إشي ما ذكرت، أنا بعتذر، أهم إشي إنها تكون كتير سلم كتير رفيعة تستوي بسرعة. إذا أنت بدك تعمليها ولسه ضيوفك بدهم ساعتين لما يوصلوكي، خملي القطع أو سويها مثل الوجز أصابع. خلينا ندوق أليكس نشوف شو بتحكي لنا. أنا بدي أدوق ولا بدي أحرك ولا إيش؟ يلا بسم الله. ولا إلها دخل بالبطاطا الحلوة، إشي زاكي، السكر اللي فيها بتكرمل بطريقة كتير طيب. شفتي؟ خلي الرجيم ينفعك. هو ضابط معك رجيم ولا؟ ولا ضابط؟ يعني مش ضابط أبداً، كتير طيبة حقيقة، طيبة طيبة. وفكرة ما ببين إنها بطاطا حلوة بالضبط. أيوة يعني اللي مش عارفة أشرح لكم، بآخر الطعمة ببين بطاطا حلوة. أيوة بعد ما تروح طعمة شوي الملوحة تبعت البار، يعني مش عارفة أشرح لكم، لازم 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 تدوقوها عشان تعرفوا صراحة كتير إيش اللي عم بحاول أوصل لكم إياه. بعدين هذا السمنة والزيت تحت إشي بجنن. خلاص خليها تتسبك. يلا ستي هلأ رح ناخد كمان شو إيش بعد مع سمنة بلدية، لازم نقرأ إحنا مقادير كرمال البنات الصغار اللي تزوجوا هلأ جديد، الله يتم على الجميع. أمين. ولكن الستات والحجات بحطوا على هالصاجية الصبح إذا كان عندهم موقدة تحت بالحكورة برا، وبحطوا لك هالسمنات ونزلوا عليها شوية البيض بفقشوها على نفس الملاية، وأحلى إشي البركة. فخلينا ناخد مقادير للي ما ممكن يكون جربها، خصوصا للي بتابعنا من برا البلاد. يلا إذن بيض بالسمنة البلدي، واليوم سمنتنا من معان. بيض بالسمنة والشطة، يا سلام، بدنا سمنة بلدية وبدنا بيض وبدنا ملح وفلفل وشطة ناشفة. صح صحيح. مع الشطة يعني فعلا راح يكون البيض بالسمنة البلدية. بصراحة راح أخليها بالمقلاية لأنه أوكي. البيض إذا ما تاكل من نفس المقلى أنا بشعر إنه يفقد الطعم. سبحان الله، شغلات نفسية هاي، يعني أخذناها من أهلينا بس صح. خلص بتلاقيه إنه فقد كل الطعم. بركة بركة صراحة هذا الأكل، يعني غير شكل. حسين الشوابكة، أم حمزة الهباهبة، أم حابس الشعثة، أم أيمن عويضة، نائلة الحلواني، أم عبد الله، نادرة أبو رميلة، صباح الفل نادرة. بدك وصفة إيش اللي نعيدها؟ قولي بنعيد. مش عارفة أي وصفة. هلأ منقول لك إياهم تباعا. أبو علي شبيتي، صباح الخير. لا الشاي أصلا ولعت عليه. ولعتي؟ بدي يغلي. هيو يتسبك. تمام هيو. هلأ هون إحنا نزلت سوائل البندورة وبلشت تتسبك الفول. إذا أنتم ملاحظين في نسبة سائل عالية. هاي مش شوربة، بدي أغمس خماس، فهلأ أنا ببلش أرفع عنها الغطاء وبدي أوطي النار تحتيها تبخر المي، عشان تتبخر شوي من سوائل إيش الفول. تمام. ما حطيناش مي. تمام. السمنة هون عندي أدحت شوي، رح أكسرها شوي بزيت زيتون، إشي بسيط. أوكي. تمام. وبعدين رح أنزل البيض يا أنس بدون أخلطه. يا سلام. وملح وفلفل. يا
طيلة يعني شكله منظره. أنا مش عاوزة أخلطه، ما بدي أخلطه. بالنسبة للوصفات إحنا عملنا فول مدمس بالجبنة، وعملنا البطاطا الحلوة كمان جبنة البارميزان. هلأ لكل الأشخاص اللي حابين يعرفوا المكونات والطريقة بتقدروا تتابعونا من أول اللايف، وكمان رح ننزل أكيد على اليوتيوب كمان شوي بفقرات منفصلة بالإضافة لتطبيق التلفزيون الأردني. خلينا ناخذ غدير لأنه طولنا عليها. صباح الخير غدير. صباح الورد. أهلاً وسهلاً. أنا شو بدي أحلم لك صباح. الله يسعدك يا ربي. صباحك بجنن كمان. أنا ما أفطرت ولا شربت إشي عشان أحكي معاكم. يعني طوعناكي يا غدير. أحلى كساندرا، أحلى شفولة. حبيبتي أهلاً وسهلاً بغدير. من وين عم تحكينا؟ من عمان. أهلا وسهلا فيك وبأهل عمان. أهلا وسهلا. أنا بحبكم كثير كثير، وإحنا كمان كثير نسمع صوتكم. عزميتك على الفطور يا غدير، شو رأيكم ما تتفضلوا معانا اليوم؟ والله اسمع المخرج عاجبه البيض، فخذ راحتك يا غدير. حط عينه على على اللايت البيض. عن جد هذا أحلى يوم، أنا بحبك كثير يا كساندرا، كنت أتابعك من يوم جديد بالقبل. يسعدك، شكراً لك يا غدير، تسلمي حبيبتي. فعودة أحلى وأحلى وأحلى كمان. نكبر فيكم يا أمر، أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي. شكراً. أهلاً وسهلاً. هلا أنتِ حطيت حبيت أوجه لك قلبك عشان يستوي. أيوه لسه بدي أقولها أنا، هلا طبعاً معانا بالجاليري. بتطلب برضو نفس الطلب اللي أنا كنت رح أطلبه. أنا بحب العيون زيكم، بحب العيون تضلها عيون، يعني عرفتي يعني ما تكون ناشفة. حاضر حاضر. أنتوا بس ضلوا تطلبوا وأنا عيني لكم. عيوني ها. طيب ما هي ما أيوة بنقدر هيك أنا بسوي شوي وبالضبط. هاي هي سحر. أيوة. حطاب صباح الخير. أم حمزة، أبو حمودة صباح الفل، فردوس الغول، رقية صباح الخير، ميري فرح عبيد صباح الخير، سلمى الخياط صباح الفل، شكرا لك يا سلمى. وصال أبو الرب، زيد الطعيمات على قلبكم، أم سامر الوقفي، نعم إبراهيم، زيد، أم كرم، معلاء المصري، أم يامن، أم يامن بتقول تسلمي كل يوم بتحلن بزيادة. شو مالها؟ كل يوم بتحلن بزيادة. والله الله يحلي أيامك يا رب. شكرا. الله يسعدها. شو رأيك ناخذ مقادير الحمص حسين؟ طيب ناخذ مقادير الحمص وبعدين بناخذ فاصل. حاضر يلا خلينا ناخذ مقادير الطبق الأخير، حمص بالفتوش. كيف رح تصير؟ هلا بنشوفها. بنحتاج لهالوصفة حمص بطحنية، عصير ليمون، ثوم مهروس، ملح، خيار مقطع، بندورة كرزية، خس مقطع، نعنع أخضر، فجل مقطع، وقطع ليمون بالإضافة لزيت زيتون. صح الكلام. كمان بدنا رمان اختياري ودبس رمان وبصل جوليان مع السماء وخبز محمص واختياري. وما أتوقعش ما حدش رح يختار الخبز المحمص. صح. هاي هي مكونات الحمص بالفتوش. وخلينا نروح لفاصل، شو رأيك علا؟ يلا أنا الحمص بس رح أحط عليه ليمون وتوم، هذا أنا بجيبه مبكت. أوكي تمام؟ تمام. بيتي بعيد ما عنديش حدا يشتري لي، بقى بدي أعمل على قدي زاكي كتير. أنا بجيبه مبكت، رح أحط عليه عصير ليمون وملح وتوم فقط، وبعدين رح أستناكم بس نرجع عشان نسوي شو؟ حمص مع الفتوش. طب كيف هذا الحمص بدنا نحط عليه فتوش؟ مش زبط. لا بتزبط أكيد معاك بتزبط. خلينا نشوف إذا بعد الفاصل كيف رح تصير. Thank you.
شايفين؟ لا أنا شايفيته. نعم. طبعاً أنا طلع لي كاسة شاي بناء على طلبي، لأنه هذا الأكل ما بيتاكل على الهواء، هذا بيتاكل غوص. الواحد فعلاً هيك ماخذ راحته مع الخبز، وشفنا البيض كلنا خايفين على البيض يبرد، بس أكيد رح نسخنه. هلا بندخل على الفرن. وهي البطاطا الحلوة صارت جاهزة، وصحن الفول بالتتبيلة الغير شكل صار كمان جاهز. صراحة مع جبنة الفتة. بس جبنة الفتة هاي جديدة. رح تدعوا لي عليها. أوكي خلص. يعني أنا شفتها بمطعم برا بجرش كمان. يعني تابعوني رح أقول لكم بعد الهوا كيف الطعمة. البطاطا الحلوة أكل طبعاً دوقتني الله يسعدها علا، إشي غير شكل. وبقية الأطباق يعني أنا متأكدة إنهم زكين، بس رح أحكي لكم كمان رأيي فيهم بعد الهوا بعد ما ناكل إحنا أكيد والجمعة الحلوة. يا ريت بنتمنى كل الأشخاص اللي عم بتابعونا يكونوا معانا. في سؤال عن وصفة الدجاج بالأكياس الحرارية. نعم بس أنا متأكدة أكيد علا أنت أكيد عملتي وصفة الدجاج بالأكياس الحرارية. دجاج زغليل وحمام. ما خلينا شو بخطر في بالك عملنا. نادرة أبو رميلة كانت عم تسأل، فرح تلاقيهم على اليوتيوب. يا نادرة بكل التفاصيل. كوثر شحادة صباح الفل بتقول نجيب الخبزات ونيجي نفطر. الخبزات موجودين، تعالوا بس افطروا يا ميت. أهلا وسهلا. سمير الوريكات أهلا وسهلا. منى بدح صباح الفل. أم أيمن عويضة. أمال سويس نفاع صباح الفلل بتقول علا بقدر أفرز التفاح مع القرفة والزبدة، يعني الحشوة إذا كانت مطبوخة، إذا مش مطبوخة لا. أوكي تمام. حشوة الباستا ما فهمت كتير السؤال. أم غسان القرامسة أوسكار هاني صباح الخير. أم بشار صباح الفل أهلا وسهلا فيكم، يعني إحنا عم نعزم الكل يا أم بشار. لورا الكسواني صباح الخير. أم علاء المصري صباح الفل. فطور من الآخر فعليا. مين معانا؟ جعفر العمري. أهلا يا جعفر، كيفك يا جعفر؟ صباح الفل. أهلا. أهني التلفزيون الأردني بالطبخات اللي تعملوها. الله يسعدك. تسلم يا جعفر. وطبخاته فعلا ذاكي ذاكي جدا جدا. تسلم، شكرا لك يا جعفر. وانا اصبح على الاخت علا. علا هلا بك يا سيدي، حياك صباحك ورد. اهنيها بهالشغل الرائع. الله يسعدك يا رب بخدمتك. احنا بدي اقدم شكرا لاختي نداء ام مصطفى، وشكرا لامي بتعمل لي طبخات زي طبعا طبعا الله يخلي لك اياهم، بدونهم ما بنسوا هالقد. والله امي رجل فاضل اسمها فاطمه. نعم. واكلها ذاكي يعني زيك يعني والله. لا والله هي احسن منا بكثير، نتعلم منها. تحياتي لها ان شاء الله بتضل لك يا رب. الله يخلي لك إياها يا جعفر، وكل الناجحين كمان يكونوا بألف خير. أم عائشة الزهراء من الجزائر صباح الخير. زيد عبد الله صباح الخير. جميلة كبريتي صباح الفل. نهاد العياصرة. لورا الكسواني. لونا صباح الخير. أم زيد العنزات صباح الفل. ليث الدهام. آية صباح الخير. يعني صباح الخير لكثير من الأشخاص صراحة، ما شاء الله المتابعات واللي عم بيصبحوا علينا كتار. فطور ملوكي لورا بتقول فعليا صح. احنا قبل الفاصل عملنا الحمص، قالت الشيف علا بتجيبوه معلب يعني لأنه أسهل، وحطت عليه ليمون وملح وتوم صح؟ يس. اوكي وهلا ما مش عارفه شو شوفوا حمص من فتوش عاد ايش هي بتعمل. انا في ترند هلا بيقولوا البتر بور اللي هي عسل وتين وناتس هيك مجفف وشويه زبده. فانا خطر ببالي الفكره، عجبتني صراحه، بس انا خطر ببالي اعمل إشي قريب منا احنا كشعب بنحبه. يعني انا كميه الزبده اللي بدها تكون محطوطه على البورد هاي رح تروح اتلاف، ولا واحد منا هالقد بياكل زبده وعسل، ولا واحد منا بيقدر هالقد يتلف كميه. فانا حبيت ايش اترجمها بطريقتي للترند اللي طالع، بس على طريقه مطبخ يوم جديد اللي هي انه انا بدي اعمل صحن حمص على شكل بورد بس كمان مع فتوش. الفتوش هي عباره عن بندوره وخيار وخس وبقله وفجل ودبس رمان، فكل شيء وارد طالما الواحد عنده بعد نظر كل شيء ممكن يزبط. فرح نجيب شويه خس، مش حدا يزعل علي ها.
ويفضل طبعا الخس الايسبرغ يس لانه شوي اكثر حلاوه زي ما دائما بتقول الشيف ولا للسلطات. خلينا ناخذ رهف واحنا بنشوف الحمص بالفتوش كيف راح يصير. رهف صباح الفل. صباح الخير حبيبتي. اهلا وسهلا. كيفك انت؟ الحمد لله. كيفك انت؟ نورات الشيف. يسعدك يا ربي بمتابعتكم. بحب اطلالك ودائما بحب اتابعكم. شكرا لك يا رهف. تسلم يا رب. كيفك علا؟ اهلا وسهلا وميت مرحبا. كيفك حبيبتي؟ لعيونك بس. نورات الشيف حبيبتي. حبيبتي اهلا وسهلا وميت مرحبا. شكرا لك يا رهف. شكرا على هالكلام الحلو وللمتابعه. هذا البصل حطيت له سماء. بصل وسماء. نعم بدهم يحطوا بصل اخضر بصير. اوكي كل شيء وارد. كل شيء بالدنيا بصير. وعالم الطبخ مش مسلمات ولكن هي مجرد اجتهادات صح واضواق. هيثم الشطي صباح الخير. سيما النوباني صباح الخير. مكايد السلامات. اشراق الحوامده. بحاول أشوف بس السؤال. أعمل الكيك وأخليه يبرد بقطعة كبيرة. مش قادرة أكمل السؤال بس خلينا نأخذ اتصال. يلا أم مؤيد صباح الفل. صباح الخير. أهلا وسهلا. كيفك يا أم مؤيد؟ الحمد لله تمام. الله يسعدك يعطيك ألف ألف عافية. الله يعافي عمرك يا رب. ممكن أحكي مع السيف؟ طبعاً هي عم تسمعك. صح لي أحكي معك بس حبيبتي. أنا حكيت معك قبل يومين. كيفك؟ أهلاً وسهلاً وميت مرحباً. نورتي. يعطيكي ألف عافية. والله أنت اللي منورة يا حبيبتي. بوجودك نفسك معنا. بدي أشكرك على هالوصفات. وقليت البندورة مع الفل. أنا دائماً بعملها لجوزي كتير بحبها. بس إنه فكرة الجبنة هاي فكرة جديدة علي. شوفي يوم الجمعة خليها فخ لزوجك يوم ما تحكي له. وحطيها وخليه يغمس وشوفي شو النتيجة وش رح تحكي لي. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. حبيت أصبح عليك وأشكركم على هالبرنامج. إن شاء الله بتضلي له بتضلي تعملي له أحلى أكل يا أمر. الله يخليكم لبعض. شكرا لك مؤيد. صباح الخير. أم حمزة أبو حمودة. أمل زلوم. هيا الشطي. يلا نور الدين كمان صباح الخير. وخلينا ناخد نور. يلا صباح الخير يا نور. صباح النور. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ الحمد لله نشكر الله بألف خير. أنا بحبك كثير أليكسندر. يسعدك يا نور. شكرا لك. إن شاء الله يا رب دي تحبك العافية والهنا والسعادة. يسعدك يا رب. تسلم يا رب. قولي يا نور. قولي سامعينك يا نور. بحب أصبح على أمي وأبوي وأبوي وبحب أصبح على بنتي حماي شدا. وصباح الخير شيف علا. يا صباح العسل والقشطة. إن شاء الله يسمعوك وإحنا كمان نصبح عليهم. أكيد نصبح عليهم. نصبح دائما على المحبة الدائمة هيك بين 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 طبعا. كل الناس الله يديم الله المحبة دائما. الله يسعدك يا ميت. أهلا وسهلا. هلا حطت لنا الشيف علا تشيري توميتو بلونين أحمر وأصفر. في سودا بالسوق اسمها تشوكلت. أوكي. وهيك زراعتها. أوكي. تمام. وكتير زاكي بس فيها شوية مرار. أوكي. إلا بعض الأنواع فيها حلاوة إن كانت مستوردة. هلا بتحبوا تعملوها هيك؟ بتحبوا تعملوها ببندورة عادية؟ طبعاً. يعني كل إشي يعني مبدأ فقط. إحنا. هلا هذا الإشي عم يتسوى هلا بالبوفيهات. بيجي الشخص بياخذ بمعلقة اللي بده إياه. صح. والسلام ختام. ففكرة يعني هي مجرد فكرة مش أكتر ولا أقل. ممكن تسويها على صحن أصغر. بس أنا لجماليات الشاشة وقيمتهم الحلوة. بحب أعمل لهم الأحجام الكبيرة. حاولت أصبح على أكبر عدد ممكن من الأشخاص ونجاوب على استفساراتكم وأسئلتكم. اعذروني إذا ما صبحت على بقية الأشخاص. رح أودعكم بكاس الشاي الدافية هاي اللي إن شاء الله يربي قلوبكم فيها بتضلها دافية بهالأكلات الزاكية.
وأكيد بتمنى لكم بقية يوم تكون كتير حلوة، وأنا شخصيا بلتقيكم يوم الخميس حلقة جديدة بتجمعنا من يوم جديد. بدي أقول للشيف علا يعطيك ألف عافية، الله يعافيك، وهلأ عمرك. بعد الهواء يعني سنغوص المعركة. فإلى اللقاء أكيد حبيبتي، الله يعطيك ألف عافية. حطينا هون شرحات من الخيار وكمان شوي من قطع الليمون زي ما أنتم شايفين. كل الخضار اللي حكت لنا عنها أليكس، بس حاولي خليها بطريقة عشوائية لتعطيكي أكثر جمال على قولة زميلنا مناكير، ها هتعطيكي إشي كتير حلو وكمان هيك بشهي الناس. أنا ما لقيت بصراحة رمان بالسوق، الرمان بطلع معاها كتير زاكي. البصل ممكن استبداله ببصل أخضر. هنحط كمان اللي هي زهرات من النعنع، وكمان رح أحط دبس رمان على الوجه مع شوية زيت زيتون لحتى نعطي إحنا اللي هي طعمة الفتوش الصح. شوفي ما أجملها الصحن وما أحلاه، هو عبارة عن حمص وخضرة، حبة بندورة على حبة خيار ماشية على كمشة جزر ممكن أو فجل، يعني إشي بسيط ولكن اللي بيصنع الفخامة دائما ست بيت ذكية بتقدر كيف تسوق أغراض مطبخها بس على طريقتها. بدي أودعكم على أمل اللقاء فيكم غدا إن شاء الله، إذا عشنا والله أعطانا عمر. ديروا بالكم حالكم، باي باي.